السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا أستاذ وسيم العبقري، أستاذ وسيم. تحياتي لكل أسرة العلم لا يعرف الكذب. أولا حابب أشكرك وأعترف بفضل حضرتك علينا بعد الله سبحانه وتعالى في اللي هو وفقنا لأن احنا نعرف إنسان مخلص زي حضرتك، إنسان حابب مهنة التداول، إنسان حابب يفيد الآخرين. يا جماعة، وكلامي هنا لأسرة العلم لا يعرف الكذب، احنا كل هدفنا من البورصة، احنا مش داخل البورصة، لا يعني كل اللي داخل الفوركس أو الأسهم، احنا مش داخلين عشان نهزر، ومش داخلين عشان نلعب، ومش داخلين عشان نجرب حظنا، ومش داخلين عشان نقامر بفلوسنا وحياتنا ومستقبلنا ومستقبل اولادنا. احنا داخلين عايزين نكسب، كلنا نبحث عن الربح. النقطة الوحيدة التي تجمعنا ان كلنا نبحث عن الربح وعن الفايدة. طيب، انا واحد من الناس كنت شهريا بخسر من 500 ل 1000 دولار في البورصة، ومهما تحط في فلوس وكل شوية البروكر يقول له طيب زود الفلوس عشان تعرف تتجنب الخسارة، عشان الحساب بتاعك ما يتمرجنش وكده وبتاع. طيب، والحل كان بسيط قدامنا، ان احنا نفهم حاجة اسمها البرايس اكشن وحاجة اسمها التحليل الموجي. يا جماعة، يعني حضرتك دلوقتي لو مثلا عايز تدخل ب 500 دولار في تتاجر بيها في الفوركس، طيب انت حضرتك كان يعني كوجهة نظر، يعني انت لما تدفع 200 دولار ثمن الدورة وتاخد عليها تحليلات مجانية، وال 300 دولار التانيين ادخل بيهم في البورصة، انا اضمن لك لو انت يعني ركزت في الدورة كويس ان ال 300 دولار دول يتضاعفوا كل مدة قصيرة، يعني كل اسبوعين ثلاثة ممكن تضاعف المبلغ الموجود في حسابك اللي انت بتستثمره. نصيحتي للجميع، اولا ادعموا الاستاذ وسام، ادعموه باللايكات وانشروا القناة. ثانيا اشتركوا في الدورة. ثالثا تابعوا الفيديوهات المجانية والدورات المجانية اللي موجودة على الموقع بتاعه. كل ده كنوز موجودة، صدقوني لن تجدوا معلومة تبحثوا عنها إلا وسوف تجدوا إجابتها، وسوف تجدوا هذه المعلومة موجودة في الفيديوهات بتاعة الأستاذ وسام، سواء المجانية وسواء المدفوعة. نصيحتي للجميع، ادعموا الأستاذ وسام، ادعموه، خلوه ينتشر. يعني انتوا كده بتنشروا علم مفيد، بتدفعوا العالم ان هو يتحول، العالم الوطن العربي، المستثمرين اللي في الوطن العربي بتدفعوهم ان هم يتحولوا من 95% الفاشلين وقود الاسواق، بتحولوهم الى 5% الناجحين اللي هم بيحققوا مكسب وبيحققوا بيطوروا نفسهم وبيطوروا مستواهم المادي والاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل البيتكوين اليومي، لكن قبل البدء في تحليل البيتكوين أدعوكم الاشتراك في قناة تليجرام المجانية، هذا ورابطها تضغطون عليه من صندوق الوصف مباشرة لهذا الفيديو، لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، هناك نصاب كثر يقلدون الاسم، انتبهوا، تضغطون على الروابط من صندوق الوصف مباشرة لهذا الفيديو. عندما تضغط على الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معك فيها شهادات المشاركين في دوراتنا التدريبية، صفقاتهم، أرباحهم يوميا، حتى الناس الذين استطاعوا أن يحصلوا على حسابات تمويل كما هذا الأخ حصل على تمويل من ماي فوركس فاندز، يعني بعد أن تابع الدورة لمدة سنة كاملة. أيضا تستطيع كذلك أن يعني الناس اللي ما عندهمش
حسابات ويريدون أن يدخلوا في تلك التحديات، أنه يربح حساب من شركات الممولة، يمكن كذلك انطلاقا من استعمال دورات تدريبية ومن استعمال يعني مدرسة المنطق ودورة التحليل الموجي ودورة البريس أكشن. إذن في هذه القناة كما تلاحظون نشارك الأرباح اليومية، وكذلك أشارك معك آخر العروض، وهذا عرض مهم جدا، أقوى عرض يمكنك أن تحصل عليه حاليا، سمينا عرض بوم. هذا العرض تحصل فيه على تحليل موجي زائد البريس اكشن، 34 فيديو مسجل، 25 ساعه من المعلومات، ولكن الاهم لان الكورس لوحده يعني دون تطبيق لا 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 يهم، والناس كثير عندهم مشاكل في التطبيق. لذلك قمنا بانشاء قناه تحليلات يوميه ستحصل عليها لمده شهر مجانا. هذه القناه قناه التحليلات اليوميه الجديده اخرج فيها يوميا لمده شهر مباشرة، كل يوم من الاثنين إلى الجمعة نحلل كل الأسواق، فوركس، كريبتو، أسهم، مواد أولية، كل يوم على المباشر ساعة. هاد الخمس ساعات في الأسبوع عبارة عن دورة مباشرة معي، فبالتالي أنت تحصل على الدورة على العرض وتحصل على دورة مباشرة معي لمدة 5 ساعات في الأسبوع لمدة شهر مجانا، وتحصل على كذلك على شهر مجانا كذلك من قناة المناقشات أو مجموعة المناقشات التابعة لهذه القناة. مجموعة المناقشات بأخيرة المتداولين لدي يساعدونك على التطبيق بحصص زوم مباشرة يوميا، كذلك يوميا هناك حصص زوم، هناك كذلك مشاركة للتحليلات، للتوقعات، مشاركة لآخر الأخبار، مشاركة لأهم الأشياء التي ستساعدك على احتراف التداول. إذا معنا مع قناة العملة الأفريكاديب، مع دورة العملة الأفريكاديب تتعلم تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت. إذا إذا أردت الاشتراك معنا في هذا العرض القوي جدا، الرابط مثبت في التعليقات أول رابط، أو في صندوق الوصف أول رابط، تضغط عليه تتحدث معي مباشرة على التليجرام على الخاص، أنا الذي أجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الناجحين وتبتعد عن 95% الفاشلين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العملة الأفريكية مباشر باليوتيوب. وصلنا إلى 4500 مشترك، نريد أن نصل إلى 10000 مشترك قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العملة في الكاتب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا أعجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دوراتنا وإلى عروضنا. البيتكوين، إذا تابعت معي البيتكوين يعني منذ أسابيع ونحن نقول انتبهوا، هذا تصحيح لازال لم يكتمل، هذا تصحيح لازال لم يكتمل، فبالتالي قلنا أوكي يعني نتوقع أولا تقفيل هذه الموجة هنا ثم نزول لكسر القاع إذا لم يكن هذا كونتراكتين، لكن أعطانا أن هذا كونتراكتين لأنه صعد، وأعطى إذا قلنا أوكي إذا لم يكن هذا كونترا إذا كان هذا كونتراكتين إذا كان هذا كونتراكتين فسيكون هناك صعود مساوي لهذه الموجة هنا. إذا بالنسبة لنا الآن هذه الموجة هي على شكل W X Y ربما X Z لتصل إلى هذه المنطقة اللي هي منطقة 18000 دولار. هذا هو توقعنا، يعني التقفيل، نظرية التقفيل. طيب تم تقفيل هذه الموجة وحققنا أرباح وخرجنا، وبعد ما رأينا هذا التصحيح كذلك حققنا أرباح، ونحن كذلك الآن نحقق أرباح في هذا الصعود الأخير. طيب الآن هذا النموذج قد يكون رانين، يعني عندما نصل إلى نفس طول هذه الموجة عند كسر هذه القمة خلاص سيكتمل الرانين. لماذا؟ لأنه ستكتمل بنية هذه الموجة. إذا صعد البيتكوين وكسر القمة، هذه القمة مستوى 17432، بالنسبة لي خلاص بنية هذه الموجة اكتملت، سننتظر النزول في أي لحظة، في أي لحظة قد يكون هناك النزول. إذن أنا الآن هدفي هو هذه القمة، هدفي هو هذه القمة مستوى 17433. لكن لاحظوا معي الآن WXY تقول لي احتمالين، إما نحصل على مثل هذا التصحيح هنا ويصعد لمرة أخيرة، أو نحصل على تصحيح أكبر ويلغى هذا التصحيح وتصبح هاته موجة واحدة وهاته موجة أخيرة قبل النزول. أوكي، إذا الآن هل يمكن هذا الصعود يكون هذا هو تقفيله ويعود البيتكوين لمرة أخيرة قبل الصعود من هنا؟ نعم
نعم، لذلك أنا واضع وقت خسارتي في بريك ايفن، في منطقة الدخول. إذا عاد البيتكوين وأخرجني، جميل جدا، سأبحث عن الصعود من هنا. والآن لدي تصحيح أكبر من هذا التصحيح، سيلغى هذا التصحيح وستصبح هاته كلها موجة واحدة، وهذا هو نموذجي للصعود مرة أخيرة قبل النزول. إذا لا نتوقع النزول. طيب إذا تذكرتم ماذا قلنا في النزول، متى أبحث عن النزول؟ تذكروا معي جيدا المناطق، هذه المنطقة هنا 16400، تذكرون؟ إذا كنت أريد نزول ثم تصحيح للبحث عن البيع، لم يحدث هذا الأمر، لست بائعا، لذلك نحن نتوقع الصعود الآن. طيب هل ممكن البيتكوين يصعد من هذه المنطقة ويعطيني اكسباندين؟ يس، ممكن يعطيني اكسباندين ثم ينزل، نعم ممكن. إذا هذا كذلك احتمال ممكن. الآن كل ما علي فعله هو انتظار هذا التصحيح حتى يكتمل أولا، يعني سيكتمل بكسر هذا القاع. عندما يتم كسر هذا القاع قد يكون هذا تصحيح للصعود، يجب أن تكون لديك استراتيجية لتداول هذا النموذج، لكن المشكلة أنه ممكن يصعد فقط يكسر هذه القمة ويرجع يتلاعب بك، فيجب الحذر، هذه منطقة خطيرة جدا، منطقة خطيرة جدا يجب الحذر منها. طيب الآن نفترض أنه كسر وبعدين رجع لهذه المنطقة، أوكي خليه يصعد وبعد ذلك أي رجوع، أي رجوع لهذه المنطقة ثم تصحيح هنا، هذا للنزول. خلاص اكتملت بنية الموجة، اكتملت بنية الموجة، لكن لحد الساعة لم يحدث هذا الأمر، سننتظر. هل ممكن ينزل السعر ويصحح هنا؟ إذا حدث هذا الأمر فهذا يعني نزول أخير لكسر هذا القاع، على أساس أنه هذا سيصبح ماذا؟ نموذج رانين فلات من هنا، رانين فلات للنزول، وهذه موجة تصحيحية في الوسط، إذا رانين فلات موجة دافعة، موجة قوية، تصحيح، موجة قوية، نزول أخير، تقفيل قبل الصعود. هذا هو توقعنا، إذا سننتظر، هناك عدة احتمالات. نحن الآن كما ترون في الصعود ومؤمنين وواضعين وقت الخسارة في منطقة الدخول بريك إيفن وننتظر. إذا وصل إلى الهدف اللي هو أول هدف 17430 ثم 18000، جميل جدا. إذا لم يصل وعاد، سنبحث عن الصعود مرة أخرى من هذه المنطقة. إذا عاد إلى هذه المنطقة سأبحث عن الصعود من هذه المنطقة، إذا كان لدي نقص في زخم هذه الموجة، نطاق كسر النطاق، تصحيح، هذا هو صعودي. إذا عاد ووصل إلى مستوى 16400 وبدأ يصحح، هذا للنزول للبيع، بالنسبة لي للبيع لكسر القاع. إذا أعرف منطقة الشراء وأعرف منطقة البيع، أوكي؟ الآن نحن في منطقة نسميها منطقة تمركز الأموال. إذا صحح وكان التصحيح واضحا، هذا للصعود كسر القاع القمة، ولكن يجب الحذر، لأنه ممكن يصعد فقط إلى هذه المنطقة وينزل. لماذا؟ لأنه ممكن يكون عندي دايفرجنس، ممكن يكون عندي دايفرجنس لما يرجع، لما يرجع السعر، لاحظوا معي، لما يكون السعر كسر القاع ويرجع يكسر القمة، سيكون لدي دايفرجنس بين هذه القمة وهذه القمة، وهذا خطير جدا، فبالتالي في أي لحظة قد يعود السعر، يجب التأكد من عدم وجود الدايفرجنس. انطلاقا من، يجب أن تكون لديك استراتيجية، نحن لدينا استراتيجيات في دوراتنا التدريبية تمنعنا أو تحمينا من هذا الأمر. إذا أردت الاحتراف أخي الكريم، لأنني أنهيت تحليل البيتكوين، إذا أردت أن تحصل على مثل هذه الاستراتيجيات، دخول والخروج والصفقات وكذلك التحليلات اليومية ومعرفة أماكن، يعني مناطق التي يجب أن نراقبها وهذه الأمور، استغل هذا العرض، هذا العرض احترافي وهو الذي سيجعلك يعني تصبح من 5% الناجحين. الرابط مثبت في التعليقات أول رابط، وفي صندوق الوصف أول رابط. لا تنسوا نشر هذا الفيديو، فجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم وصلوا الفيديو، ولا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، وأنا العلم لا أعرف كذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.